يا نفوخي، يا وحشي يابا، يا عظم اللي مفشفش ومكسر، يا عيله واطيه وعاملين اللي فيها ولاد ناس. خلاص اتخرسي، دي كانت جوازه سودا. خلاص بقى، انا دماغي اتخضعت ودي وجعتني والتلج كمان خلص. قومي يا بت، قومي يا بت، انا عظم مفشفش. حرام عليكي، حرام عليكي، انت مش كفايه ما تصورتش بالفستان. ما تصورتيش ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ صبرني يا رب. هو كان في مشاكل قبل كده مع اهل العروسه؟ علاواتيا وبنت على حقيقتها. طب كانت زمان عزمنا، لولا القبطان ظهر لنا بعينيه كنا قلبناها دلمه. بس احنا امناكوا لحد ما طلعتوا نضاف. يا اخويا، من ناحيه امنتونا اهو واضح امنتونا على الاخر. احنا بقى هنا النهارده، انا مش قادره اروح خالص. نبهت ايه؟ لا انا اتشقمت من ام الاوتيل ده، وبعدين كمان البنت هنادي لوحدها في البيت. يلا نقوم نروح. يوه، قلت لك هنروح يعني هنروح. بس اما نطمن العمر الاول ونشوفه راح فين ده كمان. يعني هيكون راح فين؟ تلاقيه روح نام اصلا. تحب ندور عليه لحد ما نلاقيه؟ ما تسيبوه، مش يمكن راح يفك عن روحه شويه بعد اللي حصل. بس يا أبلة، اخوكي ده طلع ذكر، لبى البنت حته كف تولها. ازيك يا معلم؟ مراتي يا نيس. شاطر. شفته من البعيد ماشي وحيد، صار بعيني يعطي الوعيد. مش عارف ايه اللي بيحصل لي ده. شدي لها الكاس وارمي ورا ظهرك وانسى. ما بلاش جو الافلام القديمه اللي انت عايش فيه ده. ومالها الافلام القديمه؟ على الاقل ناسها غير الناس اللي موجودين دلوقتي. وبعدين كل النهايات بتاعتها نهايات سعيده. ايوه، عشان الناس تروح فرحانه ومبسوطه ومفيش حد فيهم جاحد. اللي بيروح بيرجع، كله بيرجع. وانا ناقصك انت كمان دلوقتي. كلنا ناقصين حاجات كتيرة وقعت مننا في السكة واحنا مش دريانين. اغبية. حلو اوي الجو اللي انت فيه ده، استمر انت بقى وانا اروح انام. هيجيلك نوم، جربتها قبلك ومنفعتش. مش فاهم ايه اللي مفكرك بيا دي. ليه محدش عايز يصدق ان انا تبت؟ والله العظيم تبت. ادي الموبايل. طب شدلك كام؟ لا والنبي، انا مش عايز ارجع للسكه دي تاني، انا ما صدقت خلصت منها. ايه الروايح الحلوه اللي حبيبي؟ شانيل نمبر 5. هو حلو وسخن بس ريحته غبية، عشان كده هتلاقي دايما صاحبته عصبية وخلقها ضيق. انت ايه حمار ما بتفهمش؟ قلت لك سودا مش تعبي. ايه ده؟ هو انت بتعرفه من ريحتهم؟ من كتر اللي شميته في العيادة. عشان الخبرة دي تستاهل الكاس بتاعي. النبي كفاية المصايب اللي حصلت لي النهاردة. يا عبيد، ده ابتلاء. ابتلاء؟ اختبار للتوبة. اختبار للتوبة؟ النبي ارحمني، انا بجد ما بقتش قادر على المصايب. ايه الجيبي ده؟ مصايب كتير. ايه ده؟ هو ده الحل، يمسح لك كل اللي فات بأستيكة ويصفر لك العدات وتبدا من جديد. يخرب بيوتكم، العيال شايلين دولاب مخدرات في جيبي ويوم فرحي؟ لا بجد يخرب بيوتكم. ايه عارفه الجنان ده؟ لو ما كنتش عملت كده كنت هتشل. كل ده ليه؟ ما تكبري مخك بقى. قفل موبايله خالص. ما هو لازم يقفله من كتر زنه، بقالك 3 ساعات نازله زن زن. خفت عمي يا اختي.
ايه يعني هتشل ورد عليا يا بنتي؟ عريس عريس افهمي بقى. ما عشان عريس انا لازم اركد عليه، هو العبيطه راحت اتجوزه. هو انت في ايه بينك وبينه طارق؟ وبعدين انت مش قلتي لي انك شلتي الموضوع ده من دماغك؟ عشان هو زيه زي اي واحد ب100 وش و100 لون، يحب دي شويه ويمثل على دي شويه، في الاخر راح يتجوز سكيتي. عسى فكك بقى من الحوار ده وقومي نرقص شويه قبل ما نروح. ماشي يا عمر. هتروح مني فين؟ دي فرحة دي بقى ولا شماتة؟ أعوذ بالله، لا كده ولا كده، وما تخليش مخك يروح لبعيد قوي. كل الحكاية بس المنظر كان تحفة. عندك حق بصراحة، منظر كان غريب فعلا، ما حدش ممكن يتوقعه. هو عمر النواوي كده، صعب إنك تتوقع أي حاجة تخصه أو حتى تجيب آخره. عامل زي المية ملوش ملكة. ما كده مخه هيروح لبعيد. على العموم كل واحد بياخد نصيبه. ميرسي يا غازي. صفو. نعم. نسيت اقول لك ان ضحكتك تجنن. هنبداها اغاني بقى ولا ايه يا دكتور؟ صفو احنا محتاجين نقرب من بعض اكتر. لان ساعتها هتعرفي الفرق بين كلام الاغاني وكلامي. تصبح على خير. هناتي انت يا بنت تلاقيها بتاكل رز بلبن مع الملايكه اصلا. انتوا ايه اللي جابكوا يا ست؟ انتوا مش قلتوا هتباتوا هناك؟ الدكتور وصل ولا لسه؟ دكتور ايه يا اختي؟ هو بعد اللي حصل في المدعوق اللي اسمه الفرح ده ليه نفسي يروح ولا يجي؟ يا بنتي ردي بكلمه واحده، يا يا لا. قومي يا فيل. خلاص انا ناقصاكي. الدكتور جه ولا لا؟ جه فين؟ يا خراجي هتشليني هطلع انام. انت يا بنت انت مش تستنى لما اطمن على اخوكي يا برده؟ انا برده اصلا؟ تلاقي اخوكي مش جوزها غلط، هتلاقي اخوكي دلوقتي مقضيها وراجع لاصله. هو مين اللي مقضيها؟ او مين وانا اقول لك؟ تعالي يا اختي تعالي عشان مش قادر. احكي لي بقى قضاها ازاي. هقولك. تعالي خلاص منك خلاص. تعالي 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 يا بنت. يعني انت يعني انت قافش علشان هي سمعتك كلمتين يعني عشان ابنك يعني مطفش وهج يعني؟ ما هو برضو عنده حق. انت اصلا اب عاق. انت ضيعت فلوسك على الهكس. هكس هلس حبس هكس. يا ريت اللبس. الحكايه على الفلوس وبس. الولاعه دي غريبه قوي. ليه؟ بتولع من غير ما تلمس السيجار. بص ده نوع جديد ده ولا ايه؟ دي غريبه جدا. بص ها انت اللي بتهلك انها بعيده. ده سكر ده ولا ايه؟ احنا ايه ده؟ سكري احنا سكرنا حاجه. انت شربت حاجه؟ يا عم دبرني انت، قول لي ازاي ابطل ستات؟ وانا لازم ابطل ستات عشان التوبه تتقبل. اللي يبطل السجاير يبطل ستات. انت لما تشوف اي واحده ست ايوه غمض عليك. وانا هبقى شفتها اغمض عليا ازاي؟ تتعمد ما تبصش ناحيتها. بص يمتها يا عم. اشوف واحده ست قدامي اروح بقى بصص الناحيه التانيه كده. شفتها برضه. هي اللي جات لك غلط يعني. المفروض تيجي من هنا انت تمشي الناحيه التانيه. انت شبه عم حافظ بالملي. خلي بالك
انا ايه ده؟ مين عمك حب؟ انا في بتاع بقى محارمي هنا قوي من الصبح بتاعي.